السلام عليكم، معكم تهاني سليمان وسويفت فور. بآخر درس كان في عندنا خطأ، طبعا مثل ما حكيت لكم كل الخطأ كان بيحتاج لإني أعمل كلين للمشروع وأرجع أطفيه وأرجع أشغل. أوكي، وحاليا بما إنه اشتغل هون، آخر شي وقفنا هون بإنه عملنا alert controller في حال انحفظ التاسك، وفي حال ما انحفظ كمان حطينا إنه في خطأ. حاليا هون بس المسج بال الالرت كنترولر. اوكي، خليني اعمل ران اول شيء، خلينا نشوف اذا كان الشغل ناجح او لا. ستارت ستوب. هاي طلع مثلا كنا عم نعمل اي شيء. سيف سيفت يور تاسك وسيفت. اوكي، هيك كتير منيح. حاليا بس في شغلة هون بالمسج يور تاسك، بدي اكتب شو هو التاسك، لذلك هون راح اكتب التاسك هو نيم، عفوا the text field the text. yes، فخلينا نعمل run. start stop save your task optional كذا كذا و save. اوكي، طبعا انا ما بدي optional، لذلك هون خلينا نرجع نعيد. start stop pro your optional was okay. what's going on صار في خطأ. ارجع اعمل run. نحن ما بدنا اي كلام optional او اي شيء بحيث انه المستخدم ما بيفهم شو عم يصير. start stop save your task مش عارفة شو هو و save. اوكي، لهون لا، خلينا نرجع، بس خلينا نورجيكم انه هون بس اعمل stop. مثلا انا حفظت شي معين داخل core data. save your task كذا كذا و save. بدي لما اضغط اوكي، تتذكروا الفيو اللي هون نحنا انشأناها بس لهلا مع فكرة ما استخدمناها، اللي كان موجود داخلها table view. بدي بس اضغط اوكي بتيجي table view هون، كمان بصير animation وبتيجي هون وبتعرض لي شو هي المهام اللي أنا عملتها وحفظتها داخل الكور داتا. أوكي، ماشي، خلينا نبدأ. أول شي رح نعمله هون هاي ال أوكي، رح أرجع لأنه بدي الهاندلر ما يكون نيل، رح أعمل أكشن يو آي ألرت أكشن. اوكي، string مثل ما حكينا string شو حيكون فيها. اوكي، الستايل دوت ديفولت، الهاندلر
نعطيها enter، راح يكون action. شو بدنا نعمل بهذا الاكشن؟ بدي احكي له انه self dot، في عنا هون انا constraints من قبل عرفته على فكرة، وينه تبع table، هاي my table constraints. خلينا نعمل command c حتى ما يتأخر الاكسكود بعطائي اسمه self dot constant راح يساوي صفر، وهون راح اعمل animation UI view dot animate خلال 3 ثواني الانيميشن، اعطيه انتر. بدي هون كمان اعمل انه self dot view dot layout if needed، اي كمان استخدمناها من قبل. خلينا نعمل run حاليا. مش بالكاتش، اوكي خلينا بس خلينا نشوف اذا كانت العملية ناجحة. start stop save اوكي شو اللي صار؟ ما اجى شيء. بس اول شيء اللي كان بدي احكي انه هاي العملية اساسا ما بتتنفذ هون، هاي العملية عملوا لنا اياها شو هدول command x حطونا هون command b item view شو عم يصير؟ اوكي هرجع اخري اعمل كوماند زد كوماند زد كوماند زد كمان كوماند زد اوكي. هذا الكود كوماند سي، خليني انسخه هون كوماند في alert action، خليني احذف هذا وأضيف لهم هذا الـ alert action command c command v. اوكي بما انه النسخ راح نحكمه من هون، والمفروض هذا الـ action بانه بيجي بيكون بس في حالة الـ do. اوكي خلينا نعمل run. start stop and programming to save your task programming one two was saved. اوكي مثل ما بلاحظتوا هي اجى عندنا التابل view. حاليا لهون احنا بهذا الدرس رح نتوقف، وبالدرس القادم نبدا بجلب المعلومات ان شاء الله.